لابد أن يؤخذ هذا الاتفاق في إطار الثقة المتبادلة القائمة بين البلدين والعلاقة اللي بتربط بين الشعبين من الصداقة والقبول المتبادل فيما بين الشعبين. لابد أن يتحقق ذلك الاتفاق، أن تكون هناك هذه الأرضية الوثيقة من الصداقة والقبول المتبادل لدى الشعبين، وفي نفس الوقت هي الثقة المتبادلة بين الحكومتين بأن يستطيع أن ينظم هذا الأمر بما يخدم مصلحة البلدين، بأن يتم توفير عمالة مدربة مؤهلة موثوق من قدرتها، تكون داعمة من خلال ليس فقط قدرتها في إطار العمل، ولكن أيضا في استعدادها للإدخارات في المجتمع وفقا لطبيعة هذا المجتمع وسماته. وهذا يتم من خلال التنسيق ومن خلال الأجهزة الحكومية فيما بين البلدين ومراعاة للأولويات القبرصية في هذا الصدد. أستاذة سوزي الجنيدي، تفضلي من الأهرام العربي. شكرا. شاهدنا على مدى الأيام الماضية طرح أفكار أمريكية في إطار صفقة ربما لإطلاق وقف إطلاق نار وأيضا تبادل المحتجزين والأسرى. إلى أي مدى، في ظل طبعا تأرجح الموقف الإسرائيلي حتى الآن للأسف، إلى أي مدى ترى سيادتك سيادة الوزير سامح شكري إمكانية الوصول لاتفاق في إطار هذا الصفقة حوالين عناصرها، وأيضا كيف يمكن لمصر أن تستغل علاقتها الإقليمية والدولية من أجل منع هذه الصفقة من الانهيار في ظل التأرجح الإسرائيلي، وربما تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للأسف أو الصفقة الأخيرة. شكرا. ما لمسته خلال الاتصالات اللي تمت مؤخرا، سواء في زيارة المجموعة العربية لباريس ولقاء الرئيس ماكرون ثم اللقاء مع المجلس الأوروبي 27 وزير سواء على مستوى المجمع أو اللقاءات الثنائية التي جمعت فيما بيني وعدد كبير من الوزراء، وفي خلال زيارة أسبانيا بالأمس، والاتصالات التليفونية العديدة تمت بما فيها مع الوزير الخارجية الأمريكي، أن هناك توافق في المجتمع الدولي بأن هذه الحرب يجب أن تتوقف، أنه حان الوقت أن تتوقف، أن نتيجة الضحايا، عدد الضحايا الغير مسبوق، حجم التدمير الغير مسبوق، الأوضاع الإنسانية المتردية متفخمة في الأراضي الفلسطينية، صبر المجتمع الدولي قد نفذ ويجب أن تقف هذه الحرب. الطرح على الطاولة، ومصر انخرطت لأشهر طويلة مع الولايات المتحدة وقطر في إطار الوصول إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المساعدات و منع أي نوع من التصفية للقضية الفلسطينية، وأيضا الحديث حول أهمية التناول الشامل للقضية وتنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. فلا يمكن بعد كل هذه التطورات وهناك تنامي في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الاعتراف الذي تم للدولة الفلسطينية من عدد من الدول الأوروبية، أيرلندا، النرويج، أسبانيا، سلوفينيا، والتفكير بشكل جدي لعدد آخر من الدول الأوروبية في اتخاذ ذات القرار، هو أيضا دليل على التشبث بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة التحقيق هذه الحقوق وتنفيذ حل الدولتين مع ضرورة وقف إطلاق النار. الطرح يؤدي إلى ذلك، وتأكيد أنه يجب أن يتم انخراط الجانبين لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما أكدنا عليه في البيان المشترك اللي صدر عن مصر وقطر والولايات المتحدة، والذي بيان لاحق من مجموعة من الدول العربية بعد التواصل الذي تم فيما بيننا هاتفيا.
كل الجهود الآن بتركز على ضرورة وقف هذه الحرب، وهذا يقتضي الارتقاء إلى المسؤولية والتجاوب مع هذا الطرح، وبالتأكيد كأي مفاوضات على الأطراف أن يتفاعلوا بشكل إيجابي بشكل مرن بشكل يحقق مصالحهم بشكل متساوي. ولكن هنا عنصر الإنساني العنصر الأخلاقي المرتبط بما تعرض له الشعب الفلسطيني يجب أن يكون في صدارة الأمر، ولابد من التعامل مع هذه القضية بشكل أكيد يؤدي إلى وقف القتال. أستاذة سارة الشرقاني تفضلي من الدستور. سؤالي لوزير خارجية قبرص، نحن نرى في الأونة الأخيرة تقارير خاصة بالصعوبات اللوجستية التي تقابل تفعيل عمل الممر البحري مع قطاع غزة بالشكل الملائم، فهل يمكن إطلاعنا على الوضع الراهن لعمل هذا الممر، وأيضا ما تقييمكم لدور المستقبلي خاصة إذا ما تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع وعودة عمل المعابر البرية؟ شكرا. Crossings were closed. Yes, I mean, it has been reported there have been some نعم هناك بعض هذه التقارير وهناك بعض التفاصيل الفنية حول الموضوع بالنسبة للسياحة مثلا والمناخ أيضا وبعض الأمور متعلقة بتأسيس هذه الممر، وهناك بعض التقارير وبعض الإعلانات الأمريكية، هناك جدول لهذا الموضوع ونعتقد أنه سيتم تشغيل هذا الأسبوع، ولكن هذا لم يوقف المشروع. هناك سفن تذهب كل يوم أو اثنين إلى هناك، وهناك مكان لتخزينها هناك في السفن في غزة حتى يمكن تحميلها وتوزيعها في غزة. الحقيقة أن عملية معقدة جدا تضم كثير من التفاصيل، وأيضا نحن بحاجة إلى دعم لوجستي قوي فيما يتعلق بالنقل والسفن والتحميل والتوزيع وغيرها من الأمور، ولكن الأمور تتقدم في هذا الإطار. هناك مزيد من التفاصيل في كثير، وهو دائما يكون هناك نوع من التأخير، وهذا طبيعي في هذه العمليات، وهذا لن يكون بديلا عن المعبر البري. ومع نهاية الصراع ندعم بالطبع فتح جميع المعابر البرية، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، وبالطبع هذا سيغير من ديناميكيات الوضع، وهذا سيمكن بالطبع سيمكننا من إدخال مزيد من هذه المساعدات إلى غزة، وكلما زادت هذه المساعدات سيكون أفضل، لأن الوضع الحقيقة سيء جدا الآن، وأي مساعدة ندخلها هناك هو من مصلحة الشعب الفلسطيني. كلما زاد الدعم كلما تحسن الوضع. أستاذ محمد نشأت تفضل من روسيا اليوم. سؤالي موجه لسيادة الوزير سامح شكري. سيد الوزير، الموقف المصري بيتسم بضبط نفس شديد، ومن الواضح أن القاهرة بتتعامل بحكمة بالغة تجاه التجاوزات الإسرائيلية المستمرة في محيط معبر رفح أو في طول الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل. هل من الممكن سيادتكم أن تطلعنا عن تفاصيل الاجتماع المصري الإسرائيلي الأمريكي الذي عقد هنا في القاهرة، وما هي محددات الموقف المصري في التعامل في هذه المفاوضات، خاصة وأن القاهرة تتمسك بمبدأ ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح لاستئناف تشغيله؟ شكرا فندم. اللقاء الثلاثي كان معني بالأساس قضايا المرتبطة بنفاذ المساعدات الإنسانية والإجراءات الضرورة اتخاذها، وأيضا مراعاة الأوضاع على الحدود المشتركة، وهذا يأتي في إطار طبيعي من التنسيق لمحاولة إدخال أكبر قدر من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. معبر رفح تم إغلاقه نظراً لأنه أصبح مسرح عمليات عسكرية، تراشق فيما بين المحاربين، لم يكن من الملائم
حفاظا على حياة السائقي شاحنات وحياة العاملين في مجال الإنساني، أن يظل وسيلة لنفاذ المساعدات والعاملين في المجال الإنساني لما قد يتعرضون إليه من استهداف ومواجهة الأضرار المرتبطة بهذه الأعمال العسكرية. لكن في نفس الوقت نحن نحرص على توفير المساعدات، والآن من وسائل منفذ الإسرائيلي كرم أبو سالم، رغم أنه تكتنفه كثير من الصعوبات، ومن هنا أهمية معبر رفح وأهمية إعادة تشغيله وأهمية أن لا يكون محل للصراع العسكري إذا كان هناك اهتمام حقيقي بالأوضاع الإنسانية في غزة. في الحقيقة لابد أن يسأل المجتمع الدولي ما هي العوائق التي تفرض على المساعدات، عوائق تفرض في كل الوسائل المتاحة، عوائق أطلعني عليها معالي الوزير حتى في الإطار البحري. نحن نتعرض لعوائق من حيث رفض كثير من الشحنات أو التأخير في دخولها والتعامل معها بشكل فيه تعمد لعدم توفير هذه المساعدات وتوصيلها إلى المنظمات الإنسانية التي تعمل على توزيعها، وأيضا الحد من قدرة هذه المنظمات بأن تطلع بعملها رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها. ومرة أخرى أتوجه بالعزاء لكثير من هذه المنظمات لضحايا من أفرادها اللي فقدوا أرواحهم دفاعا عن العمل الإنساني لمراعاة احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة. سوف نستمر في هذه الجهود، بالتأكيد أن الوضع الحالي سواء الأعمال العسكرية أو التواجد العسكري الإسرائيلي في رفح أكدنا رفضنا له لأثره على دخول المساعدات وإمكانية توزيعها. سوف نستمر في متابعة المطالبة بعودة الظروف التي تؤهل لفتح المعبر بشكل كامل ودخول المساعدات وتنفيذ الولاية المكالة إلى منسقة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2027 الذي لم يتم تفعيله حتى الآن، لم يتم تفعيله رغم انقضاء ما يقرب من 5 أشهر عن صدور القرار. كل ذلك نعمل على توفير الظروف حتى نواجه المصاعب الكبيرة والوضع الإنساني في قطاع غزة. شكراً.